هناك العديد من الفوائد الصحية لتناول الزبادي أثناء الحمل، ما يجعله إضافة مثالية إلى نظامك الغذائي. إن الزبادي يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجيها في الحليب. إن الزبادي غني بالكالسيوم الذي يساعد على نمو العظام والأسنان في الحياة الصغيرة التي تتطور في داخلك. إن الزبادي غني بالبروتينات التي تساعد في تطوير الخلايا الجديدة. من المعروف أن الاستهلاك المنتظم للزبادي يقلل من فرص الإصابة بمقدمات الابتعاج التي تتميز بارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى إفراز البروتين في البول. بالإضافة إلى ذلك، قد تعانين من تورم في اليدين والقدمين، وإن بعض الأعراض الشائعة لتسمم الحمل هي الغثيان أو القيء أو تصريف الدم في البول أو صداع الرأس أو ألم في البطن أو فقدان الوزن أو الدوخة، وهذه كلها قد تحدث. وقد وجدت دراسة أجريت على 33 ألف امرأة نرويجية أن مخاطر تسمم الحمل تنخفض مع تناول الزبادي بشكل يومي. يحتوي الزبادي على البروبيوتيك الذي لا يسبب لك أي ضرر، وهذه نظرة فاحصة على البروبيوتيك. لا يمكن أن تسبب البروبيوتيك العدوى، وتساعد البكتيريا على الهضم، ولهذا يطلق عليها غالبا اسم البروبيوتيك. تقل قدرتك على الهضم أثناء الحمل، مما يزيد في الواقع من خطر الإصابة بالإمساك. إن الإمساك لفترة طويلة يؤدي إلى البواسير. يساعدك الزبادي على الهضم بسهولة والحفاظ على انتظام حركة الأمعاء. وهناك بعض الاعتبارات المهمة عند تناول الحامل للزبادي، فهو بالتأكيد إضافة صحية في نظامك الغذائي. مع ذلك، هناك بعض الاعتبارات التي يجب أن تحذري منها. إن الزبادي منتج ألبان خالي من الدسم، يوفر لك جرعتك المعتادة من المعادن والفيتامينات. وإذا كنت لا ترغبين في زيادة الوزن غير الضروري أثناء الحمل، فتجنبي الزبادي الذي يحتوي على الكثير من السكر أو الشراب المضاف. وفي حال مللت من طعم الزبادي العادي، يمكنك إضافة بعض الفاكهة أو العسل والاستمتاع بالنكهة الجديدة. وتعتبر منتجات الألبان مثل الزبادي إضافات صحية في نظامك الغذائي ما دمت قد تحققت من تاريخ الصلاحية. فمن الآمن تناول منتجات الألبان المبسترة مثل الزبادي والحليب. ويجب ألا تخلطي بين بكتيريا البروبيوتيك الجيدة في الزبادي والليستيريا وهي البكتيريا السيئة، وذلك أثناء الحمل. كما تقل خيارات الوجبات الخفيفة في هذا الوقت، وتحتاجين إلى الاعتماد على البدائل الصحية فقط. وإن معالجة رغباتك الشديدة بملعقة من الزبادي هو بالفعل خيار صحي، ولن تحافظي على الشعور بالشبع لفترة طويلة فحسب، بل سوف تستفيدين من البروبيوتيك التي تحتوي عليها.